الحمد لله رب العالمين. التجربة كانت صعبة وتعلمنا كثير أشياء واستفدنا أشياء. تعلمنا كيف نكون قويات داخل الأسر وكيف نخرج كمان قويات. تعرفنا على أسيرات وعرفنا وضعهم وعشنا معهم كثير تفاصيل حلوة وتفاصيل صعبة. تعلقنا فيهم كثير وتعودنا عليهم، بس إن شاء الله قريبا اللي بهون علينا أنه قريبا رح يخرجوا ويكونوا بيننا كمان. آخر فترة الوضع كان غير مستقر، خاصة مع إضراب الأسرى الإداريين حاليا ومع إضراب اللي كان من قبل شهر، وكنا على وشك ندخل في خطوات، لكن كان انتصار الأسرى والحمد لله رب العالمين. آخر فترة كمان كان في محاولات تصعيد من إدارة السجون، لكن كان في انتصار من الأسرة وفي صمود من الأسيرات أيضا. المطلب الوحيد للأسيرات الحرية ويكونوا بين أهلهم قريبا، وبدهم أن الكل يذكرهم والكل يتفاعل معهم. نحن اليوم كنا في استقبال الأسيرة عايدة المصري ابنة الشهيد عمار المصري، وكان اليوم الإفراج عنها، تم الحمد لله رب العالمين الإفراج عنها، وكعادة الاحتلال الإسرائيلي نغص فرحة الإفراج عنها. يعني كان الأهل ينتظرونها على حاجز سالم بالاستقبال، ولكن فوجئنا بالإفراج عنها عن حاجز الجلمة، وهذا سياسة من سياسات الاحتلال الإسرائيلي في تنغيص فرحة الأهل وعدم إقامة استقبال لها. ولكن مع ذلك نقول للمحتل الإسرائيلي أنك لن تستطيع أن تمنعنا من أن نفرح بالإفراج عن أسيراتنا وباستقبالهن وبالقيام بما يليق بواجبهن من استقبال وترحاب شديد.